ماشي لي انا كون فهم والله ما ادري زلانت قلنا لك كون فهم يا اولاد لك شنطه وتفاتر واقلام مقاشط وكل شيء سير ادرس انا شيء ترفع راسي في الدراسه يا ارفع راسك من الحين بيدي على لا 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 ارفع راسي بين الناس ايش اقول افتخر بك انك اقول شاكر ولدي اكبر ذكي طحطوح طحطوح عندي ابد طحطوح هذا داري منه انا ماشي هات 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 سمي هات سمي امانه لا اقوم اضرعك به هات السمي على شخفعك في راسك ذرحين لما خرج ال... نابد كيف أصير أدرس النت أصير بين أكبر مني أبا شلان ده دي هذا الجهال أصغر منك قد ملا عندك أبا وانت مكن دي سنة بعد سنة قلت لك 4 سنين وانت راسب راسب حضرت الماجستير أنا في صف أول ابتدائي وشا حضر البكالوريوس حضروا راسك أما لا حضرك لا بس همي والله يا أبا أنت عدري كن افهم يا ولدي كن أصير أدرس هذا الشنطة يا أبا أنا أمسك الشنطة هذا والله أني أكبر مني أبا هذا شلالك يا أبا هذا سافر بقى مشي حق دراسة بعدين يا با اين الزي والاقلام والدفاتر وانداري يا با لك هذا عاد اجدادنا يا ولد الثوب هذا ايش يعني يعني ايش اصير بالثوب ايوه صلي جمعة ايوه صير ادرس وهذا شنطة بقى من الفم والاقلام والمقاش كل شيء داخل كل شيء داخل والبوتي البوتي عن الشري بوتي والشرابات والشرابات داخل الشنطة ولا وصلت والصمي والسمير قل وين السمير؟ السمير بيدك نخفاك به والله يا بابا ما اسف والله لا ادرس غصبا عنه والله ما ادرس والله لا ادرس غصبا عنه عصا انت اليوم معنا مراجعه للمواد كامل وحنبدا في ماده الرياضيات استنى عصا يا صبي مرا يا استنى الحمزه نجحه الحمزه عصا اها عشرة ناقص عشرة أنت يا طالب يا ذكي يا محنك أنا يا أستاذ أيوه أنت وكان أمي عشرة ناقص عشرة كم يساوي والله يا أستاذ والله ما لي علم أنا شايف أهمك يا ولدي بصلاة النبي من يوم ما أعرفك وأنت قفل أصلي ما تقرأش معك 10 برتقالات وأكلت 10 برتقالات كم باقي؟ شغل مخك وبصير كم يساوي؟ سهلة أكلت 10 وبقيت 10 أسألك إزاي تفاجئني بهذا السؤال باقي القشرة حق البرتقال تحية يا بس يا غبي يا قفل يا تنح بس هذا أنت قلت إيش باقي؟ باقي لها القرش والله قرشك في قبرك أنا شو أسألك سؤال وتجاوبني بكل ذكاء يا أستاذ اسأل هذا الرأس لك مالك يا أستاذ تجبري معكني وترى جماعي ايش عاصمة البرتغال؟ عاصمة البرتغال؟ اي شيء يقول والله اني كانت في راسي والله يا أستاذ اني في راسي اي اسأل يا أستاذ اي شيء عصير تنج تحيا ارجع بس عصير تنج ايش؟ انت حتجنني يا أستاذ مالك ايش من عصير تنج؟ انت اخبر واحد اقسم بالله انا طلع في الضغط وسكر يا أستاذ كيف نخسق جيفه اي الله انا ايش اسالك سؤال ثالث ماشي حرام وطلاق لا شرخ مو العصا هذه في ظهرك ظهرك السؤال ايش فائده الغش وقت الامتحانات يا استاذ الفوائد خيره اي شيء ومنها يا استاذ اولا تقويه عضله العين وتقويه حاسه السمع ويا استاذ ونشر روح التعاون بين الفاشلين والنتيجه اسعاد الوالدين غلط يا تنح غلط يا ثور الغش بيع. سبب رئيسي بيع عسى ايش تحية بس انا قاسى وايش يصفقوا لك على ايش على قضاء عقلك يا عسى تصفقوا بس انتوا يا قليل الادب سد انا غلط الله شارجع شفت اجاباتي صح قلتكم الله انا غلط اكبر غلطان واكبر فاشل الغش سبب رئيسي لتحطيم مستقبل الفاشلين وانت اكبر فاشل يا فاشل يلا يا استاذ فاشل وافتخر فاشل وارفع راسي فالفشل دائما بدايه النجاح لا تقزز يا استاذ انت اكبر تنح في المدرسه والله ما غيرك ايش افتح 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 يدك افتح ايش يا استاذ افتح يدك افتح افتح يا استاذ افتح وضع يدك سوا وضع يدك سوا انعور وجهك يا انعور وجهك يا استاذ افتح يدك سوا يا استاذ يا مرعى افتح يدك يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ
جاوبت امانه لا ابرد ام الخشب هذه مدري اكسر امها في راسها لافتح لك في راسها بنشر سوبر ماركت وبسطه بالضرب على من يا استاذ على امي ماشي اسالك اربع اسئله السؤال الرابع من اي شيء تكون الاستاذ اليمني في المدرسه يا استاذ والله تني دفع يا استاذ ايش ماشي يا استاذ يا الاستاذ يتكون من اي شيء تكون الاستاذ اشرح لي ظروف الاستاذ اليمني او من اي شيء تكون من سكر من دقيق من بهارات من هو 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 كان حي ايوه مكروه دوليا ايوه ومظلوم محليا امانه سالي بتحس على وجع القلب ومهموم يوميا هذه دي تصدق وفاشل عاطفيا والله اني بين طلب الله ومخدر يوميا والله مو صدق وبلا راتب شهريا تحيا ارجع امانه انك ديدي في القلب بس خليك رجال جيزه يا استاذ اديني القلب بس خليك رجال اديني على القلب رجال يا اخي خليك رجال بشنب مال خليك شنب بس بعد جلد اليوم انا شوبع لك ورقه ليش تديني ولي امرك وقولها صباح وانت انا انت ابوك استاذ انا ما مش معي لا اب ولا ام منين انت من الجن مقطوع من شجره ماشي انت مقطوع من شجره ماشي اللي قطعتني بكره تجيك اقسم بالله لو ما تجيب ابوك من قبره تخرجي انت لك الارض تدفع البنجربه ابصرخ من المدرسه ليش خلي الفلسفه هذه تنبعك اصلا ما شبابي كل واحد معاه جيب سير حقك الفشل تعدي لنا الطلاب ايش اسوي فشل كلوي وين البيت يا ولد احنا ما نصف ندور عليه يا بنا قد قلت لك والله قد انا ما ادري شو هذا ولا هذا انداري ما معله حجره بجره قال لي ربي يا اين البيت ما نقول لك وينه والله انه يا با صرت قله ترى عند انا ايوه يا هاي مالك كسرت الباب خرج لنا رجال خرج ايش يا ابو مخرج خرج خرج تعال انا سامعك منو انا جس لحظه سمع عنده بيه دو 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 تقول استدعاء 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 عينه وجينا اليوم انا قلت لك استدعاء للمدرسه مش للبيت واحد البيت والمدرسه واحد يوم جمعه ويوم جمعه يا شاكر يوم الجن ويوم عيد انت قلت استدعاء احنا بنجيب القانون طيب وين ابوك هدا الله يطول بعمره انت قلت ميت ميت بس عايش عنا الحين ايش المطلوب؟ ليش تعصبوا على الولد؟ خمسة على واحد كذاب تعصبوا أنا لك خلوا مرد والدي كذاب انت تعصبت علي انا والله لا جالي ملعف وملندم تخيل يا ابا تخيل لا تخيل انا العب اني يخفعني ويضربني بالسيف بسيف كذاب يا عرق الكذاب تخيل يا ابا تخيل انه كان يشيل لا تصدقين لا تصدقين انه كان يشيل يلبسني حزام ناسف ها حزم ناسف دي من الذين هرب منك طلعت لي 7000 طالب وانك جيت وفيت من المدرسه الحكوميه اللي جنبنا انت لك عود مثل هذا اخضعك فيه زيد ما خش من عود لا عود ولا ارجك انه 19 واحد اللي عديتهم بتخيل واللي قدروني 33 لا صدق يدور مشاكل وبعدين قال لك ميت وقذك عظم في القبر موتني يا ولدي هو خرج باستدعاء من القبر من جبري انا قلت لك استدعوا لي امر للمدرسه مش للبيت هو واحد احنا نحترم القوانين والانظمه أيام أمي أنشطة الله يرحم والدي أمك أنت تركت أم الحدود والأنشطة كلها مش من حدود ما أدخل ما أشتري من المدرسة شوف يا أبا أنت أخذ حقي باشو إيش أخذ حقي أنا بنفسي لا أبن اصبر إيش أخذ حقي أنا أصل النبي أنت رضى لولدك أني أسلم بين الطلاب ماشي ماشي أنت رضى لولدك أنه لحظة صل على النبي صل على النبي لحظة خليني أقول لك قدام المدرسة والمدير عجزه أنا أنا صغير أفهمك 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 أتفهمني أنا أفهمك طبل غبي ما يفهم إيش غبي هذا ابني أذكى واحد أنا إيش أسأله يا أسأل صل على النبي دوم سرع هذاك ابني ذكي أنا داري متحطح هذا الوالد أيوه سرع أسأله جواب يا بني لا رعفة تمام أنا هذا كم 2 على 1 شفت يابا شفت كني 2 على 1 اني رجاله
واحد على واحد لو رجال يراجع راس براس اثنين على واحد يرضي كابا ما يرضيش يا اخي اثنين على واحد ضرب رياضي الله والله ما هي رجاله اثنين على واحد مشي رجاله يا اخي يا مشي رجاله اسمع انت شكلك ساعه بقره مدري كيف ها يقول بقره على ابي لا لا مش ثور والنعم فيه ذا وثور بس يا اخي ابنك بقره ابنك ما يفهم ايش بقره والله بقره ثور انا شوف انا اجلس اسال ابنك وبرغم انه بقره مدري ثور وثور ثور ما ثور كلنا ثور احنا ايوه هذيك البقره من هذاك الثور الثور ايوه ثور ثور في اي فصل ينزل المطر ابشر على سؤال يابا في اي فصل ينزل المطر ايوه في صف رابع ليش في صف رابع اني ما مش معهم زقف اجد يابا قول لك ذكي انه ذكي والله انه انت شفت يابا انه قال مني حتى بصري لا 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 انا عاد كنت استدعى لي امر انا عاد معي مسك قلب عينا ابي من القبل ايوه ودحين بتقول لي يا مسكنه ومرجله خل لا ينفعش ما ابي شيء بالاستاذ ايش من استاذ ايش من علمني حرفا صرت له عبدا علمتنا الضرب والمشاكل والدوه لحظه امسك ابنك ارجع يا ولدي ايش ابا يرضيك ارجع انا شعل اين القبر يا ابا انت شكلك فاهم والولد عاقل وانت ربيت احسن تربيت انا استاذ كوني كفاي محترم حطوه انت بتدور مشاكل انت بتدور لك هدايا ايشيني يا ابا عيد صف اول سبع سنوات يرضي يا خمس سنوات هو في صف اول خمس سنوات قلنا لك ابن اسكريم الحالي عندي اسكريم الحالي يس ها لا 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 اسكريم انا يس عالم يا عالم يا عالم يا فطلنا ام الدراسة جنب اسكريم اسكريم ولا في الاخلام اسكريم ولا في الالوان وصور يس ترزع الله اليوم